مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومباشر على الإذاعة القريبة منكم مدغاديو، برنامجكم الحل بيديك. كنتمنى لكم صيام مقبول وتكونوا دائما كتقضيوا أوقات ممتعة ومفيدة برفقتنا، فصباحكم بروك وكل عام وأنتم بألف خير. وحنا اليوم كنعيشوا اليوم السادس من الشهر الفضيل، نتمنى أنه يكون بطبيعة الحال يكون مبارك علينا جميع. فأهلا وسهلا ومرحبا بجميع أوفيائنا الكرام. وكالعادة كل يوم ثلاثاء حضر معنا بطبيعة الحال كوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. أهلا سكينة، أش خبارك؟ مالك سخفاني سكينة؟ صايمة صايمة باينة صايمة. كنولي ظريفة شوية عليها التويب. هادو من علامات ديال رمضان في سكينة السماوي. والله يسمح لينا، هادشي علاش خصني نضعف، هادشي علاش خصني نلقى حل. بطبيعة الحال كوتش منى، احنا غنواصلوا الدردشة ديالنا حول موضوع هاد الأسبوع هذا، واليوم غنتكلموا على التضامن في العلاقة الزوجية، شي حاجة زوينة بزاف. أنا اليوم غنعطي واحد جوج ديال النماذج اللي بصراحة كيضروا في الخاطر ولكن للأسف كاينين. كنلقاو نماذج النساء اللي للأسف ما كترحمش أزواجها، يعني صافي هي بغات الحاجة تحضر والسلام عليكم، ما كيهماش، ما عرفاش هذوك الفلوس منين جايين، ما عرفاش ديك السمارة اللي كيضرب هذاك الشخص باش يجيب دوك الفلوس، ما عرفاش واش غيقدر عليهم ما غيقدرش عليهم. وكثير من الأزواج اللي كيضطروا أنهم يسرقوا أو كيضطروا أنهم يختلسوا أو كيديروا مجموعة من التصرفات اللي كتكون عاقبتها من بعد خطيرة خطيرة جدا، لا لشيء إلا لأنه ما رحمتوش المرأة. شرعا الرجل عليه النفقة وعليه أنه يقدر على أهله وينفق على أهله ويكون يعني قادر على أنه يأسس حياة زوجية، وعلى المرأة أنها تراعي هذا الزوج في ماله في عرضه في يعني في كل الأشياء والمقومات اللي جابها الشرع ومن ضمنها المال. لكن للأسف كثير من النساء، ماشي كثير، نقول بعض النساء ما كيشوفوش هذا الجانب هذا وما كيراعيوش، كتقول لك كيخصني يعني نكسر له جناحه الا بقاو الفلوس غيدسروه، الا بقاو الفلوس. هادشي كلام اللي كيتداول ما بين النساء. كاين نموذج اخر اللي كنرد بان كنظن بانه ربما بكثر ما كيكون متضامن كيصبح خاطئ في بعض الاحيان. كاين من الزوجات اللي ما كتحاسبش، كاين الزوجات مثلا اللي يقدر زوجها يكون في ازمه، دير اكثر ما في وسعها واكثر ما في جهدها باش يمكن انها تحافظ على اسرتها وعلى عائلتها. كاين من الزوجات اللي ربما في بعض الاحيان يعني كتلغي دور الزوج بلا ما تحس. كنقاو من المكالمات اللي كيتصلوا بينا كنقول ودي انا هاز الدار هو كاع ما كيدير شي حاجه ومع ذلك خدام وكذا 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 وكذا. الشيء اللي ربما كنشوفوا بلي كيولي فيها نوع من الابتذال، يعني ديك المساله اللي كنقولوا فيها ولف عاده وقطع عاده عليها التعاده، الانسان كتولي تجي عادي ماشي شي حاجه زعما اللي كديرها هاد المراه دو بلوس. هنا كاين جوج الاوجه اللي ما كيكرسوش لنا هاد العلاقة ديال التضامن، المفروض انه يكون تضامن في العاطفة، تضامن في المحبة، تضامن في التربية، تضامن في يعني تضامن في المادي، تضامن في المشاعر، تضامن في كل شيء. انا علاش تكلمت عليه في الجانب المادي؟ لانه للأسف هو يمكن نحطوه من بعد المشاكل في العلاقة الجنسية، نحطوه في المرتبة الثانية اللي كيكون مدمر في العلاقة الزوجية. سكينة انا ناخذ تقريبا اللي عطيتي ونقول لك العكس ديالو هو التضامن، ياك صافي. فالمساله كما قلت سكينة عطيتينا نماذج سيئه للاسف، ونماذج اللي بسببها تتخرب المجتمع باكمله. والبارح كنت باغا قدرنا شويه عليها في التقديم، مني السيده اللي تكلمت كان اخر اتصال كيتكلم على التضامن في العلاقات الزوجيه واللي كيمشي حتى للعائله ديال الزوج او العائله ديال الزوجه. فالاساس ديال المجتمع السليم هو الاسره السليمه، والاساس ديال الاسره السليمه هما داك الزوجين اللي في الاول كيكونوا سليمين مع بعضهم داك العلاقه الزوجيه باش يكونوا لنا داك الاسره سليمه باش تكون لنا داك المجتمع سليم. فراي اي مشاكل او اغلبيه المشاكل كنعيشوها في المجتمع كنلقاو انها جايه عندها الجذور ديالها في داك الرجل والمراه اللي النهار اللي تلاقاو، كيفاش بناو داك العلاقه الزوجيه، كيفاش تعاملوا مع بعضياتهم، كيفاش تعاملوا مع داك الابناء، كيفاش رباوهم، كيفاش وهي ماشيه. لان الابناء هما دخلوا احنا كنتكلم مازالين صغار، شنو كيخرجوا شنو كيعطيونا في الزنقه، كيعطيو اول حاجه كيعطيونا الانطباعات وكيعطيونا داكشي اللي عايشينه في دارهم، ومن بعد منا كيبداو يدخلوا حتى داكشي اللي عايشينه في دارهم كيبداو يدخلوه للدار، وهي ماشيه وهي ماشيه وهي ماشيه. وهذوك اللي كيتلاقاو بهم حتى هما في الزنقه حتى هما جايبين شي شويه او يمكن شي شويه بزاف من داكشي اللي عايشينه في الدار وحنا ماشي. فاذا كان التضامن كسمه كقيمه
أخلاقية وإنسانية ومجتمعية ما كاينش عندنا في داك الأسرة. كيفاش بغينا هاد الأبناء يكرسوه في المدارس ديالهم أو في الزنقة أو في العمل ديالهم وهي ماشية؟ فمين كانت تكلموا على التضامن بالأزواج عطيتيني جوج الأمثلة اللي مهمة بزاف ديال وبديتي من الجانب المادي. يمكن لأن الجانب المادي كيبان لينا ومحسوب محسوس وكيتخلقوا فيه مشاكل. يعني انا كنشوف بلي جل المشاكل الزوجيه اللي كتكون واشياء اللي ما كنبغيوش نوضحوها ما كنبغيوش نقولوها سواء مشاكل جنسيه في العلاقه الحميميه سواء مشاكل ماديه ربما هذوما اللي تيكونوا القنابل الموقوته اللي يمكن تنفجر في اي وقت وتضيع العلاقه الزوجيه. والمسائل ماشي سون با لينيير ماشي واحد زائد واحد كتساوي جوج. يعني كاين مشاكل في العلاقه الجنسيه اللي قدر باش انني انا ما كنقدرش نتكلم عليها ولا كنقدرش نعبر على شنو بغيت ولا شنو ما بغيت ولا عن الرضا ولا عن عدم الرضا فكنبدا نتحاسب بالفلوس وكنبدا علاش هادي ديكلونشي اييه فاش نخرج داك لان الفلوس كنقدر نهضر عليهم على الاقل ولكن العلاقه الجنسيه ما كنقدرش نهضر عليها او العكس داك المحاسبه وداك الضيق اللي كتضيق عليا في العلاقه في الماده في الماديات المحاسبه اكثر من القياس او كترمي عليا الحمل كامل لا بالنسبه للرجل ولا للمراه كنخرجوا منك انا في العلاقه الحميميه او في العلاقه الجنسيه لان على الاقل شي حاجه اللي متعلقه بالجسد ديالي ونقدر نعبر عليها. الفلوس كنحشم نتكلم لان الا هضرت تقول ما تعطيش او سقرام او هادي او ما عنديش الجهد او القدره باش انني نتكلم فيها فكنحولها لذاك البلاصه اللي انا كنقدر نتحكم فيها او كنقدر انني نتكلم فيها. وهي اللي قلتي قبيله سكينه واحد الحاجه ما متفقاش معك عليها قلتي ان ما متفقاش عليك عليها نسبيا ماشي كليا هي ديال قلتي الراجل من حقه مولي عليه يقوم بالمنزل وهذا لا شرعا كنتكلم على شرعا ولكن الانسان اللي بغى يتعاون مع بعضو طبيعه الحال حنا ما علينا الا اننا نشجعوا هذا النموذج حيت مادام اننا الا بغينا ان الرجل هو اللي يقوم 100% بالاعباء ديال الماديات ديال البيت اذا المراه ما خصهاش تخدم او تا الا خدمت يعني ما يكونش داك لان تقاسم للادوار واخا نبان انا هاد النهار فهمتي متحيزه يمكن هذا ولكن لانه تقاسم للادوار لان كنتكلموا على كوبل كنتكلموا كما قلتي سكينه كنتكلموا على التضامن ما بين الازواج انا داخلي باش نتضامنوا باش لانني بوحدي ما نقدر ندير والو لانك بوحدك ما تقدر دير والو كندخلوا باش نكملوا بعضياتنا باش نتضامنوا مع بعضياتنا باش نكونوا داك اللبنه القاصحه اليابسه اللي كيتبنى عليها الاسره ومن ثم المجتمع. فيا اما ناخذ انا بغيت ناخذ الدور ديال الدار وهنقوم بالاعباء ديال الدار وهنقوم بالتربيه ديال الابناء وهنقوم بهذه وهنقوم بهذه وهنقوم بهذه وهذا ما كيمنعش ان السيده اللي كتشتغل كتقوم بالتربيه ديال الابناء ولكن عاوتاني كتجيب لي عاونها او كيكون واحد ليكيليب واحد النوع ديال التوازن وانت تقوم بالاعباء ديال الزنقه ودير لي حتى انا مصروف ديالي راه كنعرف الناس اللي يتفقوا على هذا الموديل وكيدير صالير ديال مرته صالير تيدوز ليها في الشهر فحال الا لان تيعتبر ان داكشي اللي كتقوم به في وحقيقه انه شي حاجه اللي كتستحق عليها واحد الصالير ديالها من غير المصروف ما كتكلموش على المصروف والاعباء ولكن تيديرها الصالير ديالها باش تحس براسها انها حره في المال ديالها. او الا اشتغلنا بجوج بينا كنتقاسموا راه خصنا نتقاسموا نتضامنوا نستعملوا المصطلح ديال كنتضامنوا في اعباء البيت وكنتضامنوا في المسؤوليه ديال الابناء بريسك ابار ايغال يعني فحال ممكن نخلقوا ديك الساعه التوازن بيناتنا حنايا هذه هي النقطه يعني راه هذا هو التضامن. اما لا انا من حقي انا ما سوقيش انا ما تقيش فلوسي انا ما دير ليش انا ما تفعل ليش انت عليك كلشي او العكس الا لا مادام خدامه قابلي راسك راه ما بقاش انك تقابل راسك وبزاف النساء كيتكلموا على هذه المساله هذه راه كان تكون خدامه وبفلوسها وهذا ولكن داك الهديه من الزوج او داك كتنتظرها كتقول لك فلوس ديال الحمام ما عندناش حاجه اللي سامبوليك شي حاجه اللي رمزيه كتقول لك كيعجبني ناخذها من عنده لان كتحس انه كيهتم بها كي تي راه واخا فلوسها كاينين كما قلت لك او واحد الحاجه اللي رمزيه يعني ماشي مبلغها الفلوس ديال الحمام ولكن كنتفكرك وكان هذا وتنقول لك فيتوا بليزير او اهتمي براسك او اعملي شي حاجه مهما كانت بسيطه. فالمساله ديال التضامن ما كنقدروا نوصلوا ليها نرجعوا دائما للاساس كيفاش هاد الكوبل كيتلاقاو وكيفاش قرروا انهم يبنيوا هاد العلاقه الزوجيه واش قرروها على الاساس ديال اللي سمعوه من المحيط ديالهم واللي عاشوا في الاسر ديالهم واللي سمعوه من الاصدقاء والصديقات ديالهم قتل المشى النهار الاول ذبح ليها القطه النهار الاول والراجل كما قلتي سكين خصك تقصقصي ليه الجناح باش ما الفرنك اللي كان لانه الا دار الفلوس يمشي يشوف وحده اخرى وعندك تصرها عليك وعندك تصري عليك وعندك اللي قلقوا ليه لا واللي قال لك هذا
شمن باي نظره وباي نيه دخلنا للعلاقه الزوجيه. فاذا كانت النيه صالحه من الاول يعني وشفنا ان بناء اننا داخلين داك الزواج لان انا محتاجه لذاك الرجل والرجل محتاج لذاك المراه باش نكملوا بعضياتنا باش نعيشوا مع بعضياتنا باش نعيشوا واحد العلاقه حميميه باش نكونوا واحد الاسره باش نديروا الراس على الراس باش 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 مجموعه ديال الاسئله. كانت هادو هي الاهداف اللي سطرنا في الاول وكانت النيه حسنه وكنت داخل داك العلاقه الزوجيه وانا منتظر بعدا من نفسي انني هنصحح في راسي شي اشياء لان حتى واحد فينا ما كامل والاغلبيه ما كيدابزو دائما كنشوفوا الاخطاء ديال الاخر ولكن راه حتى واحد فينا ما كامل راه حتى اي مشكل كيوقع راه والد كيكون عندنا واحد الجانب من الخطا فيه. فواش داخل باش انني نكمل الاخر ويكمل لي ونصحح راسي ونعاون يصحح راسو ونخافوا على بعضياتنا ونكملوا بعضياتنا ونتضامنوا مع بعضياتنا وفي هذه الحاله كيولي التضامن قيمه من بين القيم الجميله الساميه اللي كيكون عندنا في داك الزواج ولا داخلين باش نهرس الاخر باش ندير ليه باش نفعل ليه او من اجل صفه المتزوج او صفه المتزوجه لانني وصلت لواحد السن وما خصنيش نبقى بوحدي. فراه التضامن الا شفناه بالقيمه ديالو الحقيقيه في الزواج راه هي باش واحد كيحن على الاخر واحد كيحس بالاخر واحد كيتسامح مع الاخر. علاش؟ لان قيمه التضامن موجوده بيناتنا. واكيد كوت منى حنا مازال مستمرين ومازال مواصلين معك. غادي نمشيو فاصل اعلاني ثم اقتراح غنائي وراجعين نستقبلوا اوفيانا الكرام خلال حكي لي نقص. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو. كنرحبوا بكل اوفيانا وبكل مستمعينا اللي انضموا لنا لحظه في الاستماع. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع دائما على 0522 46 72 50 اولا 51 اولا 52. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كيسابتكم حل خليو فراغ وصيفطوا السؤال ديالكم 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج واللي هي الحل بين يديك. مرحبا واهلا وسهلا بالجميع ودائما حكي لي نقصك. غنمشيو ناخذوا معنا اول مكالمه معنا لالا غزلان من الداخله. مرحبا بك لالا. السلام عليكم اختي سكينه. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بلالا الله يطول عمرك. بارك الله فيك اختي. حنا تقصبا نهضر مع الاخت منى. مرحبا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا دكتوره منى لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك علينا وعليك ان شاء الله. اختي انا عندي مشكل مع الزوج ديالي اختي فيه الشك بزاف واش نقول لكم هذا الشيء انا ما كيعجبنيش فيه وهكذا نكون جالسه انا وياه هكذا حل التلفاز ما كيعطينيش انا اهتمام. اها أيوة. ولكن واش غير حدا التلفاز ما كيكون متبع شي بروغرام معين ولا دائما؟ ديما ديما يعني مش غير التلفاز يكون هضار انا وياه شي حاجه ما كيسمعنيش انا. ما كيسمعلكش؟ لا والو. شحال هادي وانتم مزوجين؟ يلا عام هذا عام. اها وهذا القضية ديال الشك وعدم الاهتمام حتى هادو جوج المسائل مختلفين يعني. اعطيني تفاني انا الشك هو واش كنقول انا يا هو كبر مني بشي 20 عام بيني وبينه ديال الفرق. شحال 20 عام؟ اها هو هكذا ما تخرجيش يكون خارج يسد الباب يكون داخل يسد الباب لا ما تصليش لا شاف فيك هذا لا ما فهمتش انا هذا الشيء اللي فيه. وزيد فاش هكذا نكون انا وياه هكذا فقتري ناعسين ولا شي حاجه فاش كنكون ناعس انا وياه كنشوف ما فهمتش هذا الشيء اللي كيتعلم معايا ما فهمتوش فاش كيكون ناعس معايا ما كيبغيش يشوف فيا. عمرك هضرتي معاه في هذا الشيء؟ هضرت معاه تيقول لي انا هذا الشيء عندي عادي انت كيجي انت كتحسي من هذا الشيء ولا ما نعرف. وانت دابا كيفاش تزوجتي؟ كان زواج تقليدي ولا تعرفتي على بعضياتكم؟ لا زواج تقليدي يعني ما تعرفت عليه ما حتى حاجه ما هو من طرف الوالد ديالي كان صديق الوالد ديالي. وجا خطب وتزوجتي؟ انا كنت ديجا كنت مطلقه وعندي وليد. اها والابن ديالك دابا عايش معاك؟ لا عايش معايا الوالد ديالي. وكي دار التعامل ديالو مع الابن ديالك؟ وهو بصراحة في الأول ما كانش يعجبني التعامل ديالو ولكن أنايا جلست على هذاك الشيء قلت له أنا اللي باغا تتعامل مع ولدي هكا ماشي في الأول تفهمت أنا وياك هكذا فهمت أنا وياك أنك الأول تتعامل ولدك هو تيقول لك لا أنا بغيت نربيه تربية حسن وكذا كنقول له ماشي ما كيدير شي حاجة علاش غادي تستاهل باش غادي تربيه تربية حسنة.
هو على ابسط الحوايج هكا يكون لعاب ولا شي حاجه ينوض يضربو يبغي الولد ياكل يقول لي ماما ناكل لا خصني ياكل بالذات لا هذا كنقول واش قلت له اش نتي غادي تمنع الولد الا بغى ياكل بغى يمشي هي الكوزينه لا ما تمشيش بغى يمشي حاجه كالطواليت لا ما تمشيش خصو حتى يدي هو راسو وانا داكشي ما كانش عاجبني الحمد لله دابا تفادينا هذاك الشيء ولكن المشكل اللي بيني بينه هو هذا الشيء اللي عاودك دابا هذا الشيء اللي خص بالتواصل يعني هذه المساله ديال الشك ما عندها حتى معنى لان الانسان خص الانسان يحط لها حدود وكل ما كنتقبلوها كل ما الطرف الاخر كيزيد فيه لان الا مثلا تقبلت انه يشد عليا بالساروت وانه ما نطلش من السرجم وانه هذا نهار الاول كتبدا غير ما تخرج ومن بعد منها كتولي لا ما تخرج ما يجي عندك حد ومن بعد منها كنشدوا السراجم ومن بعد منها كيتشدوا السراجم لان عيطوا لنا شي حالات ديال السراجم اللي كيتشدوا بالقفوله والدار كتشد ما فيها حتى الانسان فين يتنفس حتى الهواء فهذا النوع من التعاملات كيتبنى على وخاصه مع فرق السن شنو باش ما كتبقاش علاقه زوجيه كتولي بحال علاقه ابويه كنولي كنتعامل معك فحال الا براسك مازال خصني نعاود لك التربيه ومازال خصني نقول لك شنو دير وما ديرش ومازال خصك انت تسمعي لي داكشي اللي كنقولوا انا بالضبط ولو حنا من هضرنا على التربيه ديال الابناء راه قلنا حتى في التربيه ديال الابناء راه الطريقه راه غير صحيحه فما بالك التعامل بين الازواج فهنايا هذه المساله خصك انت اللي تحطي ليها الحد بان راه كاين مادام ان الزوج ديالك يعني من هضرتي مع التعامل مع الابن ديالك راه تردع وتغير الا انه انسان قادر انك تغيري وما قابل للتغيير فنفس الشيء هذه المساله ديال نشد عليك هذا نشك تنقوي العلاقه ديال هذا انا كنبغيك ان هذا تنشكر فيه تندير لي الاطراء التعامل الجيد في قلب البيت هذا باش كيتاكد ان باش كن اون لو ريكونفور تريحو وي اون لو ريكونفورت تنريحوه تنطمئنوا داك الوسواس اللي تيكون عنده على عندك واش كتبغيني ولا ما كتبغينيش ولا جا لها شي حد ولا شافت شي حد ولا تلاقات بشي حد ولا كنحتاجوا هذاك الرسائل السلبيه كنحتاجوا اننا نسكتوها شويه كنسكتوها بداك التعامل الحسن بداك التعامل بتكرار الكلمات ديال تنبغيك ديال الهلي خطك علينا تبارك الله عليك هذه الحاجه عجبتني فيك عجبتني هذه الحاجه اللي درتي باش كنطمئن داك الشخص وكن كنسكت ليه داك الرساله السلبيه اللي تتكرر هذه من جهه اخرى بالنسبه هذه المساله ديال الشك بالنسبه للتعامل او كيشوف فيك ولا ما كيشوفش هذه مسائل كنتكلموا عليها انا هذه المساله ما كنتكلمش عليها غير من طرف الاخر علاش كدير فحال هكا او علاش كتفعل فحال هكا كنتكلم عليها من جهتي انا لان انا ملي كنتكلموا عليها من جهه الطرف الاخر فحال الا غير تنأتاكيوه انت كدير فحال هكا وعلاش كتفعل فحال هكا وانت ما كتشوفش فيا او انت كتقول فحال هكا او انت كتعمل فحال هكا كتجي ديزاتاك تجي فحال هكا انا كنتهم كنوجه اتهامات في حين انني شوف هذه المساله اللي كدير فحال هكا انا ما تنفهمهاش انا ما تنفهمهاش انا كنتكلم على نفسي هذه المساله انا تضرني انا تنديرونجا بها انا تنقول تنشك في راسي كنقول اذا انت ما كتكون معايا ولكن انت تفكر في وحده اخرى انا كنتكلم على نفسي ما كنتكلمش عليك انت باش تمين كنجيو نلقاو الحلول كنلقاوها لينا بجوج ماشي انا تنأتاكيك انت المتهم انت اللي ما دايرش داكشي اللي خاصك دير وانت اللي خصنا انت اللي خصك تغيرو انما بجوج بينا خصنا نتغيرو وبجوج بينا قابلين للتغيير وكلشي بالتفاهم وكما قلت لك مادام زوج ديالك قبل انه يتغير في واحد المنحه الا انه قادر يتغير ان شاء الله رحيم في مناحي اخرى نعم ونتمنوا له التوفيق باذن الله ناخذ معنا المكالمه المواليه معنا سي محمد من سلا مرحبا بك سيدي محمد لاباس عليك لاباس بخير الله يطول لي عمرك سيدي بارك الله فيك علينا وعليك باش ما تمنيتي لاحظ نقول نسول الدكتور الله يرحم الوالدين تفضل رحم والديك كنت اشتغلت واحد المخبازه 25 عام شنو هي؟ اشتغلت واحد المخبازه لا سيدي محمد واش هو السؤال القانوني؟ هذه ديال الشغل لا لا سيدي سال ثلاثة ان شاء الله يمكن طرح علينا السؤال القانوني بطبيعة الحال وكنظن باللي سميحة راه كتقول لكم يعني الساعة الأولى هي ساعة التطوير الذاتي والساعة الثانية هي ساعة لطرح جميع الأسئلة القانونية فنتمنى منكم أنكم تلتزموا بهذا الجانب هذا حتى أنه من يكون معنا الخبير القانوني يقدر يطرح هو عليكم أسئلة أخرى فمرحبا وأهلا وسهلا بك سي محمد في السنة الثانية في الساعة الثانية عفوا بإذن الله ناخذ معنا المكالمة الموالية معنا أم إبراهيم من سلا مرحبا بك لالا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تعالى لاباس عليك اخ فكي لاباس الله يطول عمرك لالا بارك الله فيك الحمد لله بغيت نعرفك غير نسول الكشمونه عندي واحد المشكل تفضل اختي عندي واحد المشكل مع راجلي ما عرفتش عيد ما نسولك بغيت نعيد الاسره التدريبي ما كتبش نعيد ما تيشتلياش نشوفوا الاخت منى يعلمها حتى تلقى معايا شي حل لهذا السيد هذا بون حنا صافي دابا 4 حنا مزوجين الو معاك كنسمعوا لك
وي صافي كتخوا حنا مزوجين وش نقول لك من نهار اللي عرفتونا كيما قالت واحد الاخت دابا لك انسان تنقولوا عليه ناشف ما تيهضر زوين ما تيتعامل زوين تيتحاسب على الفلوس والو ما عندوش لا ريسبونسابيلتي مره يعيش حاجه سميتها ريسبونسابيلتي ما كايناش ما تيعرفش شنو هي ولد ما تيعرفش شنو هي مدرسه ما تيعرف حتى شي حاجه اون بلوس دو سا اللي زاد كرهني فيه هي انه تيتعاطى المخدرات وتيخسر الهضره بزاف تخسر الهضره وحنا داكشي ما كبرناش فيه في عائلتنا وما تنعرفوش يا الفاعله يا التركه يا بنت الفاعله يا هذه وانا هذاكشي تضرني بخاطري بزاف وما بقيتش قادره نستحمل ودابا اللي لو مالور كيما تيقولوا بان جي طومبي اونسانت ومشيت بحالتي ما قديتش نصبر لداكشي ديالو ما قديتش نصبر لداكشي ديالو تنقولوا له كان يقتلوني الا رجعتي هنا نموت ماشي الا رجعتي نقدر ندير شي حاجه براسي وعلاش ترجعي ليه؟ شوف انا نقول لك واحد السؤال كندخلوا للعلاقه الزوجيه لان عندنا واحد الاستفاده كاين واحد الاستفاده يا اما عاطفيه يا اما جنسيه يا اما اسم كاين الناس كتزوج على ود الاسم باش تسمى مدام فلان ولا هادي كاين اللي كيتزوج على ود الفلوس باش يلقى اللي يصرف عليها ولا هاد شنو هي الاستفاده انت ديالك في هذا الزواج شنو مستفده انت ايوا اذا علاش ترجعي له دابا ولا يرفع عليا دعوه ديال الرجوع لبيتي صحه ايوا انت اذا انا خصك ما ترجعيش ما مضطراش في هذه الحالات بحال هكا ما مضطراش انك ترجعي كنقول الا مشي حتى دار لي شي زعما الا رجعني صحه نقدر ما كاينش شي حاجه سميتها يرجعك صحه ام ابراهيم حتى وان رفع عليك دعوه ديال الرجوع للبيت الزوجيه راه ماشي اذا ما رجعتيش صبرينا ماشي زو كترفع عليك النفقه ديالك هادشي اللي كاين ولكن حقوق وليداتك راه ما بغيتش ايوا صافي اذا ما كاينش شي حاجه غترجعك بزز ما كاينش شي قوه في العالم اللي ترجع مره الراجل بزز هو حق الله تنقول انا نسامحلو في كلشي غير لان من نهار اللي مشيت وانا ما حسيتش راسي مريضه لا نفسانيا ولا جسديا ولا كلشي بغيت مريضه مريضه عاطي لي كوشمار لا انا ولا ولدي تيبقى يغوت على العار وبيض الطب وانا ما تنبغيش نكنسد لودني لدرجه انه ولدي ولا تيسمع غير تيشوف التلفازه شي حد تيدابز تيبقى يغوت تيبقى يبكي تيبقى يسمع شحال فمر الولد ديالك عنده صافي 3 ans عنده 3 ans تبارك الله لا شوف ما خصكش ترجع ما في هذه الحاله في حالك اللي تتكلم عليها وهذه الحاله اللي انت واصله ليها ما خصكش ترجع ولكن اللي ننصحك الان اولا خصك المحامي ديالك هذه الحاجه الاولى خصك لان خص الشق القانوني انت خايفه باش يطلبك البيت الطاعه ولا الرجوع البيت الزوجيه رجوع البيت الزوجيه هذه مساله قانونيه يعني خصك المؤازره القانونيه هذه من جهه ومن جهه اخرى خصك متابعه نفسيه باش تخلص من التبعات ديال هاد 4 سنين ديال هاد العيشه بحال هكا وديال هاد القمع بحال هكا باش الانسان يدير التنظيف ديال التبعات ديال هاد النوع من العلاقات باش يقدر يعيش حياته من بعد بطريقه سليمه وباش تقدري تربي الابن ديالك بطريقه سليمه ان شاء الله نعم ربما هي مساله رفضها انها ترجع البيت الزوجيه راه مساله اللي ما عندها حتى شي تبعيه وليداتها من حقهم النفقه ديالهم يمكن تتابعوا على هذه المساله فقط هي حقوقها اللي كيكون فيها نقاش في هذا الباب اذا نبي باش تطمئن الجانب هذا نمشيو ناخذوا معنا مكالمه مواليه مع عائشه من سلا مرحبا بك لاله عائشه السلام عليكم لاله عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته كنشكركم بزاف على هذا البرنامج والله استفدنا منه كثير مرحبا لاله بارك الله فيك بارك الله فيك مرحبا بغيت نسول الكوتش منى عندي واحد المشكل ايفوا كنهضر مع شي حد اللي براني بحال كيمشي ليا التركيز ما كنجاوبش على حسب السؤال اللي سولني المهم ما كنركزش مزيان كيمشي ليا التركيز حتى كنتفرق انا وياه عاد كنقول لا كنقول هكذا غير مع الناس اللي برانيين الناس اللي موالفاهم ما عنديش معاهم هذا المشكل كنهضر معاهم عادي كتكوني مركزه على راسك شنو كيظنوا فيك الناس لا شنو فاش كتكوني كتفكري ديك اللحظه اللي كتفقدي التركيز عقلي اصلا تيكون ما كاينش ما حاضرش حتى كنتفق معاهم كنقول مزيان عقلك ما تيكونش حاضر فاش كيكون عقلك ايوا هادشي اللي تركزي عليه خصك تعرفي شنو هو اللي شنو اللي تيخرمزك في ديك اللحظه شنو اللي تيخربقك وكياخذ لك التركيز ديالك تيكون مشتت في شي حاجه كاين الناس اللي كتركز على 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 الاخر كيفاش كيهضر كيفاش كيهذا كنركز على الحيتيات ديال المحاوره كننسى الكلام علاش ماشي لدرجه انني نقدر ما سمعتوش من جاوبت جاوبت غير على اخر كلمه سمعت وتا كيمشي عاد كنرجع معايا كما كنقول كنرجع السين تا كلها وكنقول ياه هو فين كان كيهضر شو انا فين شفت كنهضر او كاين اللي كيركز على راسو في الحوار فوطما انه كيركز على لو ميساج او الرساله اللي كانت بدلوها كيبقى مركز على راسو اش كيفاش انا داير واش انا واقف مزيان واش انا شعري مقاد واش انا في البلاصه الفلانيه جلابتي جلابتها هادي
فخصك تعرفي شنو من تكوني مع شي حد ولا لانني ما عرفناش السبب ما يمكنناش نعرفوا الحل ديالو. خصك تشوفي شنو هو الرساله اللي كتجيك لراسك داك الساعات باش تقدري انك تلقاي لها الجواب ديالها باش تقدري انك تركزي على الرسائل او على الحوار اللي كيكون مع الناس. نعم. وناخذوا معنا المكالمه المواليه. معنا لسعاد من فرنسا. مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. لالا سعاد على خير؟ لاباك الحمد لله. كيف راكم مع الصيام؟ اليوم طويل عندكم. اليوم طويل ولكن الحمد لله. الله يقدركم يا رب. الله يقدركم. آمين. مرحبا. آمين. تفضلي لالا سعاد. الله يخليك. انا عندي مشكله مع بنت زوج ديالي. ملي تزوجت وهي كتخير كتراقب كتقول بقى لي غير دير كاميرا في الدار لما كانتش فين كنتي فين جيتي اشنو كدير. شحال في عمرها هاد البنت؟ كانت في العمر ديالها 16 عام. اها وشحال هادي وانتي مزوجه بهذا السيد؟ دابا تقريبا غنطلع في 4 سنين. دابا هي كبرت دابا ملي كانت 16 عام. اها كانت كدير هادشي؟ كانت كدير هادشي مي ما انقطعتش من هادشي وكانت كتغير بزاف وديما كتخلق لي المشاكل وانا درت لها خاطرها وديما كنتنازل على بزاف الحوايج على قبلها. وانا باقا صغيره لكن انا في البلاصه ديالها فانا غادي ندير هذا الشيء. ديما كنلتمس الاعذار ديما كنلتمس الاعذار وكنت في الغربه والمشاكل ديالي وعادش المشاكل ما كنبغيش نجبد زعما الصداع وهذا. ما هي ما بغاش تبدل. تزوجات. تزوجات برغم انها تزوجات قلت غادي تلها شويه ولا هذا ما تبدلاتش بقات هي كتبغي تدخل في الامور اللي بعيده عليها كتبغي تدخل فيها بحال لا باغا دير تيليكوموند لباها وتحكم فيه. اها ايوا ايوا صافي هذا الشيء اللي كاين. ومؤخرا المهم تزوجات وداك الشيء وقعت معاها ولدرجه ان العائله ديال الزوج ديالها قالوا ليها لا بين ميغ ديالك دارت بحال امك ماشي لا بين ميغ ديالك وهذا. مهم صافي دوزت العرس وكل شيء. مؤخرا حصل لواحد سوء تفاهم بيني وبين امها. اها وتقول لي قالت لهم هذه غير وقفات هكا كتواجهني وما تصورتش منها انها غادي توقف وغادي بحال غتقابل معايا ما تصورتهاش غادي تقدر ديرها. وقالت لي مشتي هذه على فان دو مون بير. وانا هاد الكلمه بحال شدت موت خشات لي في القلب ديالي ما تصورتهاش غادي دير بحال هكا. وبقى فيا الحال مزيان بقى فيا الحال وما عرفتش شنو غادي ندير وتلقيت لدرجه ان الدموع هبطوا لي بلا ما نشعر وبقى فيا الحال بزاف. وقلت شنو غادي ندير معاها مع قلت لها شنو غادي ندير غنبقى في الثقات. هضرت مع سميتو قالت لي شوف انا حاجه وحده انا ما باغاش المشاكل دونك فالثقار لا بغات تجي تشوف باها وبحال انا ما كايناش انا الا بغى يمشي عندي يشوفها حيت ما احترمتنيش. وانا صافي حيت نزلت على بزاف الحاجات على قبلها كندير لها خاطرها بغات هادي. عندك وليدات؟ عندي ولد واحد. تبارك الله وصلها النبي الله يخليه لك. امين. وانا تنزلت على بزاف الحوايج باش ما نسمعش هذه الكلمه ديال لا فام دو مون بيغ ما كنبغيهاش ما بغيتش نسمعها. وتنزلت على بزاف الحاجات على قبلها درت بزاف الحاجات على قبلها. كنكون غاده في الطريق دايره بروغرام راسي دايره واحد البلان كنكون غاده فيه تكتقول لي انا بغيت هادي ولا هادي صايت في التليفون جو فو سا تندير ليها اللي بغات مي ما بقى ولا عندي البلان ما بقيتش مستحمله راسي انا بنفسي ما نستحملهاش راسي ما بقاش عندي الكاس عمر. صافي من حقك تاخذي واحد العطله ديال ان الانسان تياخذ كما نقولوا تياخذ تيقارو واحد يعني الا فكرتي شوفي نعم شوفيني واش غلطه ولا لا. انا خديت واحد القرار. انا هضرت مع جداها قالت لي شوفي جداها بحال بنتي شوفي بنتي دير معايا بحال هكا. لا قلت ليها تحملت بزاف ولكن ملي وقفات شافت كتعير هي لدرجه انها كتعير امها كنقول لها لا الا عيرت امها كنقول لها هذيك راه امك ما تعيريهاش. كيف ما كان الحر امك واخا هي ما كايناش وما تبغينيش ولا شي حاجه جو فيش انا ماشي سوقي فيها. انا كنقول هذاك الشيء اللي كنشعر به كنقوله ما كيهمنيش. ولكن ملي وقفت هذا الموقف وتواجهت معايا دابا عندها تقريبا شي 20 عام وتواجهت معايا وانا هاد السنين كامله وانا صابره وكندير لها خاطرها وتواجهت معايا وقالت لي هذيك شكون هي زعما راه عمر صبار. بقى فيا الحال بحال شي موت تخشى لي في القلب ديالي ولدرجه ان هجت عند باها مؤخرا
جات عند جداها وجات عند باها طلت عليه مع حداها جداها هي ملي طلت عليه حليت الباب سلمت على راجلها ودخلت ما سلمتش عليها ايوا ودخلت وجلست في الكوزينه كندير داك الشيء اللي كنت كنكمل فيه كندير فيه ودخلت عيطت باها هضرت مع باها ابخي مشات ابخي ما هضرتش معاها كتسحب واش غادي نمشي وغادي نسلم عليها عادي وجهها ما بغيتش نشوف فيه عينيها ما بغيتش وجهي يتلاقى مع وجهها هذا الشيء خسرات كل شيء خسراتو انا اتخذت واحد القرار شوفيني واش صافي باس ولا لا انا عييت وبغيت ثقة واش من حقي ولا ماشي من حقي من حقك انا اللي بنادم اللي صدعني وبنادم اللي ضرني في راسي انا من حقي عايشه الغربه عايشه مشاكل ديال الغربه عندي مشاكل واحده اخرى عندي الجثه هنايا والعقل ديالي في المغرب وعندي مشاكل خاصه بيا وراجلي مريض وعندي مشاكل خاصه فيا ما ناقصاش شي حاجه اخرى زايده قلت ناخذ ثقاري ويكون لي كون غادي تولد ولا شي حاجه ما بغيتش نمشي بغيت نبقى في داري شوفيني واش انا صاحبه في هذا الشيء ولا اولا انت كما قلت لك محتاجه واحد الكونجي واحد الراحه اختاريتي دابا انك مثلا ما تعامليش مع هذه البنت بهذه الطريقه تاخذي ثقارك تاخذي من حقك عطي راسك الفرصه انك دوزي هذه التجربه اللي اسات لك حتى لهذ الدرجه يعني خاصه الانسان اللي كيتعامل مع شي واحد على انه الابن ديالو علاش نسولك واش عندك الابن ديالك الحمد لله ربي معوض عليك بالابن ديالك ربي قابل ليه تعاملي معاه كبريه وتا الا كانوا عندك شي انتظارات يكون عندك انتظارات من الابن ديالك هذه من جهه اخرى بالنسبه لهذه البنت هذه البنت ديال الزوجه الاخرى ديال الزوج ديالك تعاملتي معها مزيان درتي لها الخاطر عملتي لها فعلتي لها هذه ومع ذلك هي ما كانش واحد الرد فعل ايجابي راه ماشي يعني ماشي شرط عيل عليك نتين يعني بزاف الناس كيكونوا بحال هكا واخا دير معاهم مزيان واخا ما ديرش معاهم مزيان يقدروا يردوها لك خايبه بحال هكا يعني ماشي ولا بد الغلط فيك نتين يا كنتي مرتاحه مع راسك انك درتي كاع اللي عليك كنتي مرتاحه مع راسك انك قمتي بالواجب كنتي مرتاحه مع راسك كنتي الام ديالها انك حميتي عليها انك ما حاولتيش انك تحرشي على الام ديالها بالعكس ملي كانت كتقوم بشي حاجه او كما قلتي كتبغي تعير الام ديالها كتقول لها لا ما تعيرهاش هذيك الام ديالك يعني كنتي كتحاولي تصلحي وتربي درتي اللي عليك كامل ما عندك حتى شي حاجه اللي تلوم عليها راسك خديتي القرار ديالك بلا انفصال بحال هكا انك تاخذي واحد العطله ديالك انك ترتاحي من اي علاقه بهذه البنت هذه لانها اداتك سلال من حقك انك تاخذي الراحه ديالك ياك انت ما منعاش على الاب ديالها ياك ما كتها صافي هذا هو المهم العلاقه ديالها بالاب ديالها بيناتهم وانت العلاقه ديالك بالزوج ديالك صافي هذا كما تنقولوا نحاولوا ما امكن نتعاملوا مع المساله بحال واحد الدوسي كلاسي واحد الدوسي اللي طويناه نتعامل انا مع الزوج ديالي مزيان نربي الابن ديالي نقويوا العلاقه ديالنا بلا ما نبقاو لا بنتك لا فهادي واش عقلتي من دارت واش عقلتي من دارش هذه واحد الفتره اللي دازت صافي هي تزوجت مشات للدار انت دابا عايشه مع بوحدك مع راجلك قوي العلاقه ديالك به ديروا شي حوايج مع بعضياتكم خرجوا مع بعضياتكم قويوا العلاقه ديالكم هذاك هو المهم اما البنت ديالهم هذا يمكن انت اللي درك بزاف هو الانتظار لا طونت لان الانسان ملي تيتعامل بواحد التعامل زوين او تيقوم بشي حاجه ايجابيه تيكون عنده واحد الانتظار من داك الشخص اللي قام معاه بداك الشيء الايجابي باش انه يردوا ليه ماشي كل شيء كيقدر انه يكون تيعطي قيمه للخير اللي كنديروا معاه او تيعطي قيمه للتعامل الزوين اللي كنديروا معاه حتى كيجرب مع واحد اخرين يمكن عندك الساعه تيفيق نعم ناخذ رساله كتقول امينه معيت من الاول الحمد لله التضامن كاين في بلادنا ودليل انني كل ما عرفت على شي حاله انسانيه سواء كانت كتعاني من مرض او حاجه ماسه المساعده ماديه او غذائيه او حتى معنويه الا وكنلقى الحمد لله استجابه من ظرف كل محيطين من الاهل والاصدقاء وحتى من طرف ناس كنعرفهم فقط عبر الفيسبوك لتقديم يد المساعده لهذه الحالات وهذا الشيء من فضل الله سبحانه وتعالى والمساعدات كتجي احيانا حتى من الناس اللي هما في حاجه للمساعده ولكن كينطبق عليهم المثل المغربي فيما كانوا زوج ياكلوا عشره كنعتذر كنت كنظن بلي الموضوع التضامن الاجتماعي في ادبيه التضامن بين الازواج ولكن كلام طيب علاش لا مرحبا واهلا وسهلا بالمداخله ديالك واكيد انه اشكال التضامن والتكافل في مجتمعنا كثيره وكثيره ومتعدده بطبيعه اين الكرام على ميد غاديو برنامجكم الحل بين يديك وحكي لنا قصتك على 0522 46 72 50 او 51 او 52 ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس كتابتكم حل خلي فراغ وصفتوا السؤال ديالكم ل 50 80 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والصفحه الرسميه للبرنامج اللي هي الحل بين يديك غادي نمشيو ناخذوا معنا مكالمه معنا لاله حفصه من مراكش مرحبا بك لاله حفصه بارك الله فيك لاله الله يطول عمرك تفضلي كنت باغي نتصل بكم صراحه شحال هذه ولكن عاد كنت غادي نكلم مرحبا احنا سعداء نسمعوك اليوم تفضلي مرحبا بارك الله فيك وفيت انا مع اونغولاسيون مع واحد السيد وان شاء الله زعما ناويين نتزوج الى كتب الله ياك
والمشكل اللي وقع لنا هو انه دغنيامون كانت عطيتو بواط جيميل ديالي دخل ما عرفتش انا كيفاش وقع ماي دخل بقى تيشوف هذاك الشيء وطاح في دي كونفرساسيون اللي هما قدام قبل ما نعرفو هو طاح في كونفرساسيون مع واحد السيد اخر كنت نعرفو وكان انا شانج ديال الفوتو بيناتنا كانت هضره بيناتنا هو قال لك ما تقبلش هذاك الشيء ما تقبلش انا ويكون سيستم شي بحال ما تقبلش داك الشيء اللي كان في الماضي ديالي انا اليوم باقي كاين انا مور باقي بغينا نكملو ولكن ما عرفتش انا واش زعما واش لا غيبرا ادي باسي لا شوز سورمونتي ولا لا ما عرفتش واش نكمل ولا نرجع للورا انت من تلاقيتي معاه قلتي له انت اول واحد انا عرفته اول واحد هضرت معاه لا 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 لا, لا يعني هو كان عارف هذا الشيء لا كان عارف هذا الشيء غير يمكن صابر اللي شاف شويه شوكاو هادشي اللي كان انا رغم انا نشتي دعوت عليه وقلت راه كان خاطبني من دارنا وكل شيء و ما عرفتش وانتم دابا مازال ما تخطبتيو لا كان المفروض اننا نخطبو ولكن ملي وقع هادشي عاودنا حدثنا عاود ثاني قال لك ما عرفتش تنشوف واش نقدر نشوف هادشي قال لك الخوف اللي كاين هو انه زعما من بعد يبقى ديما كيتفكر فهمتيني نقدروا نتزوجوا لكن بقى ديما داك الشيء فاتيركيست هادشي من الخايف اذا كيما درتيو هذا القرار انكم عطيتوا راسكم واحد الفرصه اطول باش انكم تعرفوا على باش انكم تشوفوا واش تقدروا فعلا تعدوا هذه المساله هذه انه هو كان عارف انك كنتي على علاقه بشخص اخر وانك كنتي مخطوبه يعني الانسان هنا يخص مزيان اننا نكتشفوا دي كاركتير او شي سلوكات في الطرف الاخر قبل من الزواج وداكشي اش كتكون فتره ديال التعارف فتره الخطوبه باش نكتشفوا هادشي قبل من الزواج لانه هو كان عارف انك انت علاقه بشخص اخر وما كانش عنده مشكل في هذه المساله فمين اكتشف كاين واحد لي شانج واحد التبادل ديال الصور او تبادل ديال كاين حوارات هذا ما عجبوش الحال وفقد الثقه وهذا فهنا كنحطوا النقط على الحروف وكنعطيو راسنا بعدا واحد المده واحد الفتره كنكونوا محتاجين نعطيو راسنا واحد الفتره باش كل واحد فينا يفكر في راسه هي كتدخل في نطاق مساله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم يعني الانسان اللي ما يحترمش واحد الكلمه ديالو قبل من الزواج يعني كيدير يحترمها من بعد الزواج شنو بصرا كيوقعوا شي اشياء اللي كيكونوا مزيانين لينا واش يقدر يتعدى هذه المساله وما يقدرش يتعدى خصنا نهضروا معاه هو ونعرفوا هو كيفاش كيفكر وكيفاش شاف داك التصاور وكيفاش ترجم المساله وكيفاش هذا باش نقدروا نعرفوا واش ينسى ولا ما ينساش المساله دابا متعلقه بك انتين شنو هما النقاشات اللي وليتوا كتناقشوا فيهم دابا واش مازالين كتكلموا غير على التصاور كتكلموا على هذاك لي كونفرساسيون ومن الاحسن انكم تتلاقاو وتهضروا في هذه المساله هذه وتوضحوا الامور وتحطوا النقاط على الحروف وتكون الصراحه هي المبدا الاساسي فإلا قدر انه يتقبل ان المساله ديال راه كانت علاقه كما يمكن انت كانوا عندك علاقات قبل ودابا من تلاقينا واتفقنا وهذا راه حنا غنكملوا مع بعضياتنا لان كما كنقولوا لقينا لا بون بيرسون او الشخص المناسب به ونعم اما باش الانسان يبقى دائما يحفر في الماضي ديال الاخر لا في الرجل ولا في النساء ما كتجبد غير المشاكل يعني ماشي غير على هذا المستوى هذا ولكن جميع المستويات نعم كنت منى ما سخيناش بك الهلا يختك سكينة شكرا على كل هذه المعلومات واكيد انه الموعد متجدد بك باذن الله الاسبوع المقبل ان شاء الله رمضان كريم وصيام مقبول باذن الله اهلا وعليك ان شاء الله الهلا يختك مستمعينا الكرام لقاءنا مازال مستمر دائما وبرنامجكم الحل بين يديك في انتظار ان ودك كنت منى نستقبل جميع الاستاذ سعيد النووي للاجابه على كل اسئلتكم القانونيه وحديثنا مستمر على الزواج المختلط غادي نخليكم تستمعوا لهذا الاقتراح الغنائي للراحل حسين سلاوي بصوت حاتم سلاوي وراجع لكم